مشاهدينا، وللحديث أكثر عن عمليات عسكرة المجتمع العراقي الذي تستمر في تنفيذه حكومة بغداد وما سبقها من حكومات، ينضم إلينا من كوبنهاغن عبر سكايب من الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله السلمان. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخير وتحية لك ولمشاهديكم الأكارم. أهلا بكم. يعني بحسب جهاز مكافحة الإرهاب، قام 8 ملايين عراقي بالتقديم للتطوع في صفوف الأجهزة الأمنية خلال ساعات. إلى ما يؤشر هرولة كل هذه الأعداد إن صحت للتطوع في الأجهزة الأمنية؟ 8 ملايين رقم كبير يعني. الحقيقة من ذكر هذا الرقم يفتقر إلى كثير من المعلومات الدقيقة عن أعداد الشباب في العراق. يعني هو ذكر 8 مليون، بمعنى يعني 20% من مجمل سكان العراق، وهذا غير صحيح، لأنه العنوان استهدف فقط فئات عمرية محددة من 18 إلى 28، وهؤلاء لا، وفق إحصائيات وزارة التخطيط بهذه الفئات العمرية لا تشكل أكثر من 5 مليون المستهدفة في هذا الإعلان. نعم. وبالتالي نصف منهم هم نساء، ومعناته 2.5 مليون، وهذا 2.5 مليون المستهدف بالتأكيد موظفين في دوائر أخرى، بمعنى أنه الذي صرح بهذه الأرقام يفتقر كثيرا من المعلومات الدقيقة، فكيف يكون في مستوى من المسؤولية في جهاز مهم في أي حكومة كهذا الجهاز؟ فبالتالي أما هذه الأعداد، وحتى أراد هو أن يسوق مسألة أنه هو هذا الجهاز يعني الناس تحبه وتريد تعمل تحت إرايته، ولكن المشكلة أنه هذه الأعداد تؤكد على أن وجود أزمة مستديمة بالعراق، وهي البطالة نتيجة فساد السلطة، وبالتالي هذه تشكل مشكلة كبيرة على أي حكومة ذات يعني تريد أن تقدم شيء لشعبها، ولكن المشكلة في هذه الحكومة أنه لا تريد أن تفكر بمستوى البطالة وأعدادها، وإنما تفكر بالأرقام الخيالية الغير دقيقة والتي تزيد من عدم الثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة. إذن هل يمكن إدراج قبول هذه الأجهزة بهذه الأرقام إن صحت، وهي أجهزة مكتظة بالأساس بعناصرها والتي ينفق عليها مليارات الدولارات سنويا، هل يمكن إدراج قبول هذه الأجهزة ببند أو تحت بند الأمن الاجتماعي الترضيات المحاصصاتية وفق المنهج التي يعني تعمل عنه أو عليه الحكومة؟ الأمن الاجتماعي لا يتم عن طريق عسكرة المجتمع، رغم أهمية بعض الأجهزة في أي مجتمع بالعالم ولأي حكومة، ولكن الأمن الاجتماعي يتم عبر تشغيل صحيح ومنظم للشباب والتعليم وتصحيح التعليم ومنهجيته، وبالتالي الخدمات الصحية لازم أن تكون حاضرة، المخدرات تكون غير موجودة، هذا عن هذا الطريق يتم الأمن الاجتماعي، لا يتم عن طريق عسكرة المجتمع ووجود يعني أعمال غير منتجة، إلى هذا لا ينتج أمن اجتماعي. إضافة إلى التراضي، أما بالنسبة للتراضي التحاصصي فهذا لا يتم عن طريق أنه أستخدم من أفراد من المجموعة الأخرى أو التوافقيات الثلاث الموجودة، أنه أنت تعطيني بعض من عناصرك أضمهم إلى بعض الأجهزة، وإنما يتم التراضي المحاصصات إذا إن كان حقيقي على مقاس التقسيم في القرار، المشاركة في القرار، فإذا لا يوجد مشاركة في القرار لا معنى لهذا التراضي بأي معنى، رغم أنه هو نفس هذا التوافق السياسي هو الذي جاء إلى الدمار إلى الشعب العراقي وإلى اقتصاد العراق وإلى أمن العراق الاجتماعي والاقتصادي. وهنا السؤال، ما الذي سيعود على العراق من تعيين كل هذه الأعداد الكبيرة في الأجهزة الأمنية؟ أليس الأجدر بهم أن ينفقون هذه المليارات من أجل مشاريع إنتاجية، رفض الاقتصاد؟ ما الذي تخطط له الحكومة بعسكرة المجتمع؟ الميزانية التي حددها البرلمان ووافقت عليه الحكومة أو العكس، يعني المهم لم تكن شفافة لثلاث سنوات، غير واضحة المعالم، غير واضحة المشاريع، غير واضحة في الأرقام متى تنتج، فبالتالي السلطة وبرلمانها لا يعنيهم الإنتاج ولا يعنيهم أن تقدم خدمة إلى المجتمع، لأنه لو كان نعيهم كان عليهم أن يحددوا في السنة المالية أو الميزانية العامة للدولة أو للحكومة أن يحددوا المشاريع ويصنفوها تصنيف يخدم تطور المجتمع وتنميته، ولكن هذا الحكومة ليس بواردها أن تخدم هذا، واللي
واستنتاجنا هذا لا يأتي يعني مناكفة لسلطة معينة، وإنما لتجربة 20 عام فشلت في أن تؤدي شيئا من هذا القبيل. طيب، قيادة قوات الشرطة تعلن عن تطبيق نظام البديل في جميع تشكيلاتها ووحداتها، وهو النظام الذي من المفترض أنه كان قد ألغي لكشف المنتسبين الفضائيين. اليوم لماذا تعيد الحكومة هذا النظام من جديد برأيك؟ نظام البديل يستخدم عادة في الجيوش وليس في الشرطة، لأنه الجيوش لها قواعد خارج مركز المحافظات وخارج حدود المحافظات، وبالتالي يحتاج الجنود إلى نظام بديل في الإجازات الدورية مستمرة، والشرطة لا تحتاج مثل هذا. ولما جاء العبادي اكتشف في سجل واحد، أو حسب ما ذكر هو في وقته في لقاء متلفز، 150 ألف فضائي في يوم واحد اكتشف، فبالتالي في الجيش. فبالتالي عملية تكرير الفساد وصوره وإشكاله وتدوير الفساد من الجيش إلى الشرطة يعني يكون وارد وحاصل في كل القرارات التي تحدث في العراق. نعم، في آخر سؤال سريعا، المدير العام للمديرية العامة للأمن والانضباط في ميليشيا الحشد حسين فالح عزيز اللامي ينال درجة الماجستير عن بحثه في توظيف عناصر قوة الدولة في استراتيجية الأمن الوطني. هذا الشخص موضوع على قوائم الإرهاب لقتله ثوار تشرين، كيف يمكن للدولة أن تضع قاتل على رأس جهازها الأمني؟ ثوار تشرين يعني هم اتهموا قوى الإطار الحاكمة يعني منذ 20 سنة يعني من بعد احتلال العراق إلى اليوم هي المهيمنة على الأجهزة الأمنية، هي المتهمة المباشر والواضح والصريح من قبل ثوار تشرين إنه هي اللي قتلتهم، فبالتالي هم الذي يحكمون. فلا عيب في أن يأتي شخص مسؤول ومتهم بالقتل أن إلى أي مسؤولية جهاز أمني أو جهاز إداري أو وزاري، بإضافة إلى أن هذه القوائم التي تحددها أمريكا هي حقيقة أرقام يعني قوائم وهمية للداخل الأمريكي وليس إلى التطبيق الحقيقي. وبالممارسة عرفنا أن أمريكا كيف تخادع الشعوب يعني. نعم، الأستاذ عبد الله السلمان الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من كوبنهاجن، شكرا لكم على هذه المداخلة.